السلام عليكم، اسمي يوسف محمد الأشرم، الصف الرابع ابتدائي، مدرسة السيدة خديجة الابتدائية، إدارة سمنود التعليمين. احنا النهاردة هنعمل لعبة سكاتش أنا اتعلمتها من زمان، وعايز أشارك أعمل معاكم لعبة أنا كنت عاملها، أريكم ازاي بتتعمل. سكاتش هي لغة مرئية مجانية ليها مجتمع الإنترنت، بنستعملها في عمل رسوم متحركة، قصص تفاعلية وجيمز. احنا النهاردة بقى هنعمل لعبة عليها، فيلا بينا نوريكم لمحة عن اللعبة دي. هنبدأ اللعبة. أما الشخصية التانية بتتحرك من هنا، ثانية. هذه اللعبة اللي احنا هنعملها مع بعض النهاردة.